عرفنا بنفسك. احمد حجازي، طبيب اسنان شيكاغو، طبعا مصري. انت جاي من مصر على هنا يا احمد؟ لا لا، انا جاي من شيكاغو على هنا، لسه واصل امبارح بالليل، ويا دوبك بس ليله الماتش وهطلع ماسكو يوم كده وراجع على شيكاغو ان شاء الله. ماشي بعد الماتش النهارده ان شاء الله باذن الله. ايه ده، خش خش. احمد شاف الماتش ايه؟ والله شايف ان الماتش كويس جدا. ان شاء الله المنتخب عنده فرصه كبيره النهارده ان هو يكسب. فضل الرجاله النهارده اخر فرصه ليهم ان هم يعملوا نتيجه كويسه مشرفه لمصر. الماتش اللي فات كان فيه سوء حظ رهيب حصل. فاتمنى النهارده مع وجود محمد صلاح الموضوع هيختلف ان شاء الله باذن الله. عشر رجالتنا روقوهم هنا. نروح ندور لك على كده. يلا. لا لقطة. Yeah, I'm going.